عندما تتجول في مدينة واسيف فحتما يلفت انتباهك هذا الدكان الذي يعود تاريخه إلى سنة 1940. هو دكان يشتغل فيه عمي مصطفى حرفة الحدادة التي يرثها عن أجداده. شو رأي الاستوارة الخامسة مثلا جدين يتطفن دي الديبي نزاني نترانت بابك دفاع بابك نترانت نف دفاع كني كارانت تيكران في يون يكرت في يون أنا كان يتكفى كان يعني شبدي كان يوالي صفيت جدي كرت في الداس يقال بابا يخدم دي شواثني ينتايدس خدم من خدم من خدم يقال اسمي كتوفى جدي يقال تقيم دور بابا تيخدم أمد اسمي قموت أمي ميكانيك كماسا اسمي اسمي ميكانيك قموت انتبا قد انتفاق شوطة انتفل مانتا شواثا قيم. تصليح الأدوات عند الحداد يضمن لك مدة زمنية طويلة ويجتنب تآكل الحديد وهذا بطريقة تقليدية باستعمال أبسط الأشياء. يون ماذا كينيم في ثقافة شو خل مقتد سلام مالو ثقافة سلام ديريت وليش ماشي ديجا خدمنت سلام مالو بني انت دار ذاك ثم زواروث أترمبين ولا شما أترمبين داقين وشنا داغنين الخدمة داغنين الخدمة لامل شموثي ثقافشت. هي حرفة في طريق الزوال بعد انتمائها لصفحات النسيان وعدم إعطائها الأهمية اللازمة رغم أنها كانت من أهم الحرف التي تعرف بها منطقة القبائل. الميتياقين إلحا دا شو كان اللي بدل الله تتشون شحال بقالي دينا انا قنوا كيست استميتي يعني الهانو ماني لايبال تصيد قنوا لاقي قني ماني لايبال تخدم دار الشان لي زونتربرونور لان واحد 12 انا ما 12 كدا لي زونتربرونور تفلح طونجي شتما كيدنا خثورا نفلح نقدم نموثا خاطر قوانت جورج ماشي شمي خدم ذاك بابا اللي زاني كتر فان بنشتي ونشتي جورجي وين فان متورا. ويستمر امثال هذا الرجل كفاحهم ضد اعاصير الزوال للكثير من الحرف التي كتبت اسمها بأحرف من ذهب في كتاب التراث الجزائري العريق.